يقاتلون من أجل خليفة لا يعرفونه، يموتون من أجل لقب وهمي صنعه لهم قادتهم. تنظيم داخل التنظيم يتحكم بأكثر الجماعات خطراً وعنفاً في العالم، والشيء المشترك أنهم تربوا على أسس البعث العراقي. خليفة مجهول وقادة سريون. داعش والخلافة، سنوات الجهل والضياع. في أعقاب الإعلان عن تنصيب أبو الحسين الحسيني زعيماً جديداً لتنظيم داعش خلفاً لأبو الحسن الهاشمي الذي قتل منتصف أكتوبر عام 2022 في اشتباك مع مقاتلين سوريين محليين بمدينة جاسم جنوب غربي سوريا، سارع ديوان الإعلام المركزي للتنظيم إلى نشر سلسلة من الإصدارات المرئية تظهر عشرات من مقاتليه في دول عدة، وهم يؤدون البيعة لخليفته الجديد دون أن يكشف عن هويته أو سيرته. وظهر عدد من مقاتلي وقادة داعش في الإصدارات التي نشرها التنظيم من مناطق نشاطه في العراق وسوريا والساحل الإفريقي وغرب ووسط إفريقيا والصومال وباكستان وأفغانستان أثناء عقدهم البيعة لأبو الحسين الحسيني، فيما استعان بعضهم بخطابات مكتوبة أعدت مسبقاً للتأكيد على استمرارهم على نهج داعش تحت قيادة الخليفة الجديد. وأعادت حملة البيعة التي أطلقها تنظيم داعش عن طريق إعلامه الرسمي والرديف المناصر تسليط الضوء على واحدة من المشكلات الرئيسية التي عانى منها خلال السنوات الماضية والتي شهدت مقتل ثلاثة من خلفائه، وهي تجهيل هوية الخليفة أو الزعيم الداعشي. تحولات داعش من الخليفة الصوتي إلى الخليفة المجهول. ولجأ تنظيم داعش إلى تجهيل هوية زعيمه أو أميره عقب مقتل أبو مصعب الزرقاوي الأردني عام 2006، وذلك بعد نشر القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في مايو عام 2006 إصداراً مرئياً ظهر فيه الزرقاوي وهو يتفقد أحد قواطع نشاط التنظيم بمنطقة صحراوية داخل العراق ويطلق النيران من بندقية أمريكية الصنع. فحينها تمكنت الاستخبارات المركزية الأمريكية من التعرف على مكان تواجد زعيم القاعدة الأسبق وتوصلت له واغتالته بالتعاون مع عملاء آخرين على الأرض. وحينما تولى المصري عبد المنعم عز بديوي منصب أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين خلفا للزرقاوي، أقدم على تغيير كنيته التي عرف بها في العراق من أبو أيوب المصري إلى أبو حمزة المهاجر. لكن هذا لم يمنع من التعرف على هويته، إذ كان المصري معروفا لغالبية مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وكذلك لمقاتلي تنظيم دولة العراق الإسلامية. وأصبح الهاجس الأمني لدى قيادات التنظيم هو الدافع لعدم الخروج في إصدارات مرئية. لكنهم مع ذلك لم يختفوا بصورة كاملة، إذ كانوا معروفين لدى غالبية عناصر وقيادات التنظيم على عكس خلفاء داعش التاليين. خلفاء حقيقيين أم أمراء زائفين؟ منذ مقتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر تشرين الأول عام 2019 لم يظهر أي من الخلفاء الداعشيين الثلاثة الذين تولوا المنصب بعده. فأبو إبراهيم القرشي الهاشمي الذي تولى إمارة التنظيم من نوفمبر عام 2019 وحتى فبراير عام 2022 لم يظهر ولو لمرة واحدة رغم كشف الولايات المتحدة والتحالف الدولي لدحر داعش عن هويته الحقيقية والتأكيد على أنه أمير عبد المولى الصلبي، والذي كان يعرف بحجي عبد الله قرداش
قبل أن يغير كنيته عندما تولى زعامة داعش. وسار أبو الحسن الهاشمي على درب سلفه، فتجنب الظهور وظلت هويته مجهولة منذ توليه الإمارة في مارس عام 2022 وحتى مقتله في منتصف أكتوبر من نفس العام. وكذلك الحال مع أبو الحسين الحسيني الذي يبقى زعيماً مجهولاً. وتعطي التفاصيل السابقة لمحة عن الأساليب التي يتبعها حجاجي داعش الذين كان عدد منهم من رجال نظام البعث المنحل في العراق في خداع وتضليل عناصر التنظيم بطرح أسماء وكنى وهمية أو غير معروفة لقادة وخلفاء التنظيم والإيهام بأنهم أمراء مخضرمين في العمل الجهادي، وهو ما ثبت عدم دقته إلى حد كبير في أكثر من مناسبة، علاوة على تركيزها على تلاعب قيادة داعش العليا بالتنظيم ووجود شواهد عديدة على اختراق تلك القيادة أدى لمقتل قادة وخلفاء التنظيم واحداً تلو الآخر. أهل الحل والعقد، فصل آخر من رواية القادة غير المعروفين. يلفت كبار قادة داعش أو ما يسمى بأهل الحل والعقد النظر إلى مشكلة جوهرية يعاني منها التنظيم وتمس بشكل مباشر قيادته العليا، إذ أن أهل الحل والعقد يمثلون أعلى سلطة تنظيمية، ومن صلاحيتهم اختيار الخليفة الداعشي أو عزله. وبالتالي فمن يدير مجلس الشورى أو يتحكم في أهل الحل والعقد يتمكن من إدارة التنظيم بالكامل وأفرعه الخارجية، ولا تتوافر أي معلومات دقيقة عن هوية أعضاء مجلس شورى داعش أو أهل الحل والعقد، فلم تعلن أي جهة رسمية عن أي معلومات بشأنهم. وأشارت دراسة سابقة إلى أن مجلس الشورى أهل الحل والعقد يتكون من خمسة من كبار قيادات داعش، هم أبو محمد المصري وأبو هاشم الجزراوي ونايف حمد شياع وأبو سعد الليبي وأبو عبد الله القاضي الغلامي. وفي الواقع فإن المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة تبقى غير واضحة إلى حد كبير، كما أن اثنين من القادة الذين قدمتهم على أنهم قيادات بالمجلس أو من أهل الحل والعقد، أبو محمد المصري وأبو هاشم الجزراوي، قتلا قبل فترة من نشر الدراسة. وأما الثلاثة الباقين فمصائرهم غير معلومة حتى الآن. ومن اللافت للنظر أن تنظيم داعش يبقي هوية أهل الحل والعقد أو أعضاء مجلس الشورى طي الكتمان ويحيطها بهالة من السرية المطلقة، لدرجة أن الكثيرين من قيادة التنظيم لا يعرفونهم إلا بعد مقتلهم. انتقادات جهادية متوالية لداعش. بمراجعة الشهادات والمقالات التي نشرها قياديون ومنشقون عن تنظيم داعش على مدار السنوات الماضية، يلاحظ أن حجاجي داعش العراقيين أو الرفاق السابقين في نظام البعث هم أهل الحل والعقد في التنظيم، وهم المتحكمين فيه بصورة مباشرة، كما أنهم عملوا على التحكم في قيادة التنظيم عن طريق اختيار خلفاء مجهولين لقيادة التنظيم، بحيث تبقى السلطة الحقيقية مركزة في أيديهم. وتوضح العديد من المقالات والرسائل والشهادات التي نشرها مقاتلو داعش وقيادته المنشقين أن حجاجي داعش تلاعبوا بمقاتلي التنظيم وأتباعه، ولم يكتفوا بتولية أمير مجهول، بل اختاروا حج عبد الله قرداش أبو إبراهيم القرشي الهاشمي ليكون أميراً للتنظيم بعد مقتل أبو بكر البغدادي، مع أن قرداش كان مبتور الرجل اليمنى، وهو ما يقدح في أهليته لتولية إمارة سرية أو كتيبة، فضلاً عن أن يتولى إمارة التنظيم أو يصبح خليفة له. القاعدة وانتقاد خلافة المجاهيل. تنظيم القاعدة الغريم التقليدي لداعش استغل تجهيل هوية الخليفة الداعشي في مهاجمة التنظيم، ووصفه بأنه خرج عن الخط الجهادي السليم،
وتزعم أيمن الظواهري الهجوم على تنظيم داعش، فاعتبر أن الأخير يجسد خلافة المجاهيل التي يقودها أبي الملثم وأبي المبرقع وأبي المكمم وأبي المجهل وأبي المتخفي، في تلميح منه إلى أن القيادات التي تتحكم في داعش غير معروفة لعموم الجهاديين، واصفاً قادة داعش بأنهم لا يعرف شيء من تاريخهم الجهادي سوى الكذب وتكفير المسلمين واستهدافهم بالعمليات الإرهابية، كما أن البيعة التي عقدت لداعش هي بيعة القهر والتغلب، وجرى تزيينها بالإصدارات والأناشيد الحماسية وفق تعبيره. وتثبت كل التفاصيل السابقة أن حجاجي داعش العراقيين الذين جاء عدد كبير منهم من خلفية بعثية نتيجة خدمتهم أو عملهم في أكناف نظام الرئيس الأسبق صدام حسين أصبحوا يديرون التنظيم بطرق مشابهة لتلك التي أدير بها نظام البعث السابق قبل انهياره. ولجأ حجاجي داعش إلى الخداع والتضليل للتمويه على هوية خلفاء داعش المجهولين، والذين قتل 3 منهم خلال السنوات القليلة الماضية. وفي كل مرة يقتل خليفة مجهول يعلن الحجاجي المتحكمين في أمور التنظيم اختيار خليفة مجهول آخر، معللين الاختيار بأنه جاء بناء على توافق أهل الحل والعقد المجهولين أيضا، والذين لم يسمع عن أي منهم.